انا يا السيده اللي مات لي بنتي بسبب فرماسيان، بسبب الاهمال ديال باها والسيده اللي مع باها. وانا فاش ماتت بنتي نكتب عليكم، مرت بالاكتئاب ونفسيتي تضرت بزاف، مبقاش نقدر نعيش معاه. هو اصلا كان مشى مع الاخرى. دابا انا اللي سنطلب منكم الله يجازيكم بخير والله يعطيكم الجنه يا ربي امين. انا في حاله نفسيه مريضه بزاف، وعندي بنتي مريضه ليا، ولدي دير لي الافراغ، ما عزيزي أنا خلصتوش من كورونا، ما عنديش ما خلصت لا ملا ضو ولا كرا. وولدي دابا عنده 17 عام، مرض ليا، تيسمع مول الكرا غيخرجنا الدري، ولا في الليل تيغوت وتي في حالة نفسانية لا يرثى لها. عنده من سنة عنده 17 عام، عندها عنده 8 سنين وشي حاجة، شهر سنين 10 تكمل تيقرا، بجوج بيهم ولدي وبنتي. ولحد الآن أقسم بالله أنا وليداتي تطلب شي محسنين، يا ربي عاونوني الله يعطيهم الجنة. حتى أنا بعض المرات ولادي تنشوفهم ما واكلين ما شاربين، ما أنا مرضت أقسم بآية الرحمن، حيث أنا الموت ديال الله سبحانه وتعالى. ما حتى واحد ما كيقلق من رحمة الله، ولكن الظلم اللي عشته واللي شفته في حياتي لن أسمح لكل من ظلمني. أنا دابا أخوتي تنطلبكم وتنطلب مساعدة، تنطلب المحسنين اللي في قلبهم الرحمة، الله يجازيكم بخير. أقسم بآية الرحمن أنا ما عندي شي حاجة، واللي بغى يجي عندي يشوف مرحبا بيه. لحد الآن ما عنديش باش نتقدر ولادي، الدرية صغيرة الله في عمرها 8 سنين وشي حاجة، ولا تتدار معاك بحال عندها 20 عام في عمرها. الدري ما تيخرج نهائيا، ما تيخرج من البيت ديالو نهائيا، ما تنشوفوش، ها تيقرا انه كيجي مزيان حدو مني تيخرج متفوق، من تيجي لعندي تيقول لي ماما واش غيخرجنا فغنمشيو، ماما فغنمشيو. لقيت هذيك هي النفسيه ديالو دابا في الليل، بعض المرات تجي حاله نفسيه خايبه، تلقاه ملوي في المنطقه كامل بحال مكفن، وتيغوت والطابله حداه مقلوبه. وانا مشيت ليا بنتي بسبب الظلم، لا سمح من كان سبب في هذا الشيء. انا لحد الان تنطلب مساعده على وليداتي، وتطلب المحسنين اللي في قلبهم الرحمه، الله يجازيكم بخير يا ربي امين.